الساعه 9 بالليل الاستاذ محمود يدخل قسم الطوارئ في واحده من اكبر مستشفيات القاهره الكبرى، بيعاني من هبوط حاد في الدوره الدمويه. الفريق الطبي بالكامل فضل جنبه، وعبير الممرضة في قسم الطوارئ فضلت جنبه لحد الساعة 11 بالليل، لحد ما خرج بعد استقرار حالته الصحية. ومن هنا بتبدأ أغرب وأكتر قصة رعب ممكن تكون هتسمعها في حياتك. 2017 بيدخل الحاج محمود اللي عنده 62 سنة ومعاه بنته لقسم الطوارئ، وده بسبب انخفاض حاد في الدورة الدموية. وفعلا يدخل والفريق الطبي بيتلم حواليه، وبيكون في ممرضة اسمها عبير فضلت جنبه ومرتبطة بيه وبتحاول تنقذه بكل الطرق. وفضل الأستاذ محمود جوه قسم الطوارئ لحد الحالة ما استقرت على الساعة 11 بالليل وخرج من المستشفى ومعاه بنته. وفي القطاع الطبي بيكون كتير جدا من العاملين بيعتمدوا على شفت المبيت، يعني بيقدر يبيت أكتر من يوم علشان يقدر يمارس عمله الطبي، وفي نفس الوقت بيقدر يجي يومين شغل وبياخد يومين أجازة. فالممرضة عبير في اليوم ده كان آخر يوم ليها في الشغل، وتاني يوم هيكون أجازة. وصلت على البيت ونامت وبقى عندها يومين أجازة. اليومين دول قضت يومها عادي جدا، مفيش أي تفاصيل غريبة أو حاجة حتى هي حست بيها غريبة. وبعد يومين وصلت شغلها عادي في المستشفى، ودخلت الصبح قسم الطوارئ ومارست اليوم طبيعي جدا لحد ما جت الساعة 12 بالليل. عبير قررت إنها هتنام ساعتين علشان كانت تعبانة ومش قادرة. فليهم غرفة محددة في الدور الثالث في المستشفى، الغرفة دي بجانب العناية المركزة. بعد ما دخلت الغرفة ودخلت في النوم، بعد ساعة بالظبط سمعت خبط على الباب. بتفتح الباب لقت الأستاذ محمود واقف قدامها لكن لابس لبس العناية المركزة. سلم عليها وشكرها، وهي اتخضت، انت ازاي جاي بلبس العناية المركزة وخارج عادي، وازاي الفريق الطبي اللي في العناية المركزة سابك تخرج وتوصل لحد عندي؟ رد عليها وقال لها انه لما كان موجود يوم الطوارئ كان عايز يشكرها جدا على المجهود اللي هي عملته معاه، وانها كانت بتحاول تنقذه بكل الطرق. لكن بعد ساعتين من مغادرته لقسم الطوارئ رجع تاني، ولكن كانت حالته اصعب شوية وتم نقله للعناية المركزة. فسأل عليها كتير وعرف انها اجازة، ولما عرف انها جات النهاردة حب يسلم عليها ويشكرها على المجهود اللي هي عملته. ردت عليه الممرضة عبير بكل احترام ان ده شغلها وده الواجب عليها. شكرته ان هو جالها لحد الأوضة وقفلت الباب. بعد ما دخلت الأوضة بتاعتها حست إحساس غريب، حست إن شكل الأستاذ محمود متغير شوية، مش هو ده الشكل اللي كان عليه. الحاجة التانية إن المفروض إن محجوز في العناية المركزة إزاي واقف على رجله وجاي يتكلم معايا وبيقف قصادي وبيرغي عادي؟ بدأ يجيلها إحساس غريب وشك في الموضوع. خرجت تاني من الأوضة وفتحت الباب ما لقيتوش واقف. راحت قسم العناية المركزة اللي المفروض انه جنب اوضتها على طول، وسألت الفريق الطبي هناك ازاي تخرجوا شخص من العناية المركزة ويتجول كده عادي في المستشفى. قالوا لها مفيش اي حد خرج، هي شكت ان الفريق ده بيقول لها كده علشان ما يحصلوش اي مشكلة. دخلت العناية المركزة وبصت ما لقيتش فعلا الاستاذ محمود موجود، وبدأ يجي لها احساس غريب من الخوف، وسألت على اسمه في كشوفات المرضى، لكن عرفت ان مفيش حد بالاسم ده موجود دلوقتي خالص. الشك زاد جوه عبير جدا لانها قلقت من اللي حصل. نزلت على قسم الاستقبال، بصت على كل كشوفات الاقسام، ما لقيتش اسمه موجود خالص، فبدأت تشك وبدأ الرعب يدخل جواها اكتر. فطلبت من موظفة الاستقبال انها ترجع يومين لورا وتحاول تجيب التاريخ اللي دخل بيه الاستاذ محمود او الحاج محمود لقسم الطوارئ. وفعلا لقيته انه دخل قسم الطوارئ قبلها بيومين الساعة 9 بالليل، وانه سجل خروج الساعة 11 بالليل بعد ما التقرير طلع ان هو حالته الصحية استقر. لكن الغريب انه رجع تاني اتسجل دخول الساعة 2 بالليل لكن في حالة صعبة جدا، وتم نقله من قسم الطوارئ لقسم العناية المركزة لان حالته الصحية كانت متدهورة جدا. لكن بعد 3 ساعات الاستاذ محمود توفى. هنا بدأت عبير تحس بالرعب والخوف وحكت للناس ومحدش صدقها. طلبت ان هم يجيبوا كاميرات المراقبة علشان يتأكدوا ان ده حصل. فتحوا كاميرات المراقبة لقوها فعلا فتح الباب وبتتكلم مع حد، لكن الغريبة ان مفيش حد واقف قدامها، وكل الخطوات اللي حكتها عبير هي فعلا حصلت، لكن مفيش ولا حد عنده تفسير للي حصل. عبير جالها اضطراب نفسي قوي جدا وجالها حالة رعب من المستشفى ومن المكان، واضطرت تاخد اجازه لمده 15 يوم لانها مش قادره ترجع شغلها تاني. ولما سالوا الفريق اللي استقبل الاستاذ محمود بالليل بعد ما رجع تاني واتنقل العنايه المركزه، قالوا ان هو سال عليها كتير جدا، ولما عرف انها روحت زعل وسالوه بتسال عليها ليه، قال لهم كنت عايز اسلم عليها
وكان نفسي أشوفها قبل ما أمشي. القصة دي حقيقية وعلى لسان صاحبتها. لو عندك قصة غريبة من القصص اللي شبه دي ياريت تبعتها لي. سلام عليكم.